خاله فاطمة، خاله فاطمة. ها ايش 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 بس بس بس. اليوم راح نلعب لعبة خاله فاطمة. كثير 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 مرة قالوا لي لعبها، لعبها سريع سريع سريع، ما راح نتابعها الا منك ام برمبات، وقررت اني اصورها الان. تم تش تش تم تش تش تم تش تش تم تش تش. بسم الله، يا سلام، فرصة عيادة اوفر واتش النفسية. اوكي وسهلا بمستمعينا، حياكم الله جميعا. oh my God. على الهواء مباشرة في برنامجكم الصباحي المفضل لديكم بكل تأكيد، برنامج بس على طريق الدوام. سكوتي معكم مقدمتكم عمرة المعتادة في كل صباح. يا بنت، موضوعنا اليوم في هذا الصباح الجميل موضوع مسبب مشاكل كبيرة بين الشعب، وموضوعنا عن الشاورما. فهل تحبون الشاورما مع المخلل ولا بدون؟ اوه ماي جاد، ولا بدون، ما يعجبني المخلل. شاركونا ارائكم، هل انتم مع شاورما بالمخلل ولا بدون؟ علمونا ليش. خير كانك دورة، ما دخلك. اتصلوا بنا على الرقم 34. اتصل عشان اقول لك اني احب الشاورما بدون. ارسلوا رسائلكم النصية الى الرقم 36 97. واتساب. اوكي، هذه شنطة المدينة اخذها الان ونقراها معكم على الهواء. وش اللي اتويتي؟ خلوكم معنا ومتشوقين نسمع ارائكم. والله دي ازعجتني. بالمخلل ومين يفضلها بدون؟ للي بيلقى الرسالة، انا بكون ميت، بس انا اللي كنت بدالك بالغرفة. الموضوع يخوف هنا. خالة فاطمة مرة اخذتني علشان توريني كيف تسوي جراحة على جثة، فسرقت مشرط من غرفة العمليات وهي ما انتبهت لما سرقته. المشرط قدرت افتح فيها باب الغرفة وحاولت اهرب، بس ما قدرت اهرب لان خالة فاطمة كل شوية تحوس في البيت. انا خبيت المشرط عند السرير تحت الصناديق. حاول تفتح الباب وتهرب من باب الشارع، بس انتبه لا تصيدك المجنونة دي. انا خبيت المشرط عند السرير تحت الصناديق. او ماي جاد، اتويتي مخلصة. دقيقة، ليكون المفتاح هنا، هذا الصناديق. اوكي ليتس جو، مشرط، يلا فتحناه. اوكي او ماي جاد، والله صدفة. اتويتي لي زمان ما اخذتها. طيب ليه ما تاخذها اتويتك؟ خذها اتويتك، الله يبلغ بدوده. او ماي جاد، هذه خالة فاطمة. يقول لي هنا. مين انت؟ واه، انا عبد الله. شلون طلعت؟ وش تسوي؟ ارجع غرفتك بسرعه قبل ما تشوفك الكريه هذه. او ماي جاد، او ماي جاد، العربي فحت. شفت دانا وش صار فيها؟ ايش صار فيها؟ امس كانت تصارخ. رح شوف غرفتها وش صار عليها وتعال علمني. دانا يكون اختهن، بس انا ادويتي ما يمديني اخذها. او ماي جاد، تويتي. الله بخور. في رقم المندوب ممسوح، في ارقام ممسوحة. بيقول لي روح شوف غرفة دانا. او ماي جاد، عندي. مقفل، ما يمديني هنا، بس انا تويتي ما يمديني اخذها. او ماي جاد، او ماي جاد، الرعب. واه، او ماي جاد، تويتي. او ماي جاد، بسم الله بسم الله بسم الله. يا جماعه انا اخاف من خالة فاطمة، تدروا اني ما عندي خالة فاطمة. او ماي جاد، ما له دخل ما له دخل.
هذا خط يد خالة فاطمة. الله والله اكيد تكلم زوجها. اقسم بالله صوته كأنه ملزلز. لا تنسى تفتح الكاميرات ومفتاح ورا اللوحة وترى غداك بالثلاجة. افتح الكاميرات مفتاح ورا اللوحة. اي لوحة؟ ذي اللوحة. ذي اللوحة. لا لا ده راديو مزعج. جيب لي العيد. او ماي جاد انبوبة هنا. من ده؟ او ماي جاد ده كله دم. ده نايم. خاف صحيح. مياو مياو. تم تشا تشا تم تشا تشا تم تشا تشا تم تشا تشا. انا ما يمديني اخذ ادويتي. او ماي جاد. ايوه هذا الخريطه حلو. الجوال يرن. من عزيزنا العميل، هذا الاتصال مسجل آليا من قسم الدعم الفني لشركة سبيد تشارج لخدمات الانترنت. نود إبلاغك بأن فاتورتك الحالية قاربت على الانتهاء. نرجو منك التكرم بسداد الفاتورة في أخر 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 أخر. أوه ماي جاد حتى ما جيني في اللعبة. حتى في اللعبة جيتوني. أوه ماي جاد. أوه ماي جاد. أنا علي سألوني. أنا سألوني دين عندي. وه اشتغل اشتغل اشتغل. أوه ماي جاد. أوه ماي جاد الحمد لله. اوكي مدينة دسة من خالة فاطمة. يو بخاخ اضاءة ثلاثة. يصير اقدر ابخ فوش خالة فاطمة. اما كيف ذبابة خالة فاطمة ارشها كذا. موتي ذبابة. او ماي جاد. او ماي جاد دي جثة. او ماي جاد خلينا نطلع من هنا. هذا مفتاح. مفتاح غرفة العمليات. فين غرفة العمليات؟ الله وش ذا البيت اللي في غرفة عمليات؟ ما من 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 والله يا العجيج لا صيدك لا تبطل في بطرك. او ماي جاد. او ماي جاد يا العجيز قصة من العجوزة شي توطى في بطنها تستاهل. والله حتى انا توطى في بطنك. انا ادور للغرفة الان. ايوه هذه في لمبة. او ماي جاد سفك الدماء. في دماء. كلية. كلية. قلب. رئة. كبد. ها ايش ذي؟ نشتري. سكرنا المكيف. دانا. هذه دانا فيها شلل نصفي ورم بالغدة. الله يشفيها. وعبد الله. عبد الله اللي انا العب فيه في تشتت وفي انفصام ذهني وقولون عصبي. او ماي جاد اعصب بسرعة. واحمد. احمد فيها التهاب الكبد وربو مزمن. وخالد في سكر وتصلب لوحي والضغط. او ماي جاد كلهم تعبانين. هذا غرفة المقلط. وين غرفة المغلط؟ عين الدم. اتوقع دي هي غرفة المغلط. المقلط. المقلط. ايش ذا القرف؟ ايش ذا القرف؟ ايش فيه؟ اوه ماي جاد الدم. ايش ذا؟ ايش ذا المقلط؟ اوه ماي جاد. دول جثث. مين جابكم؟ محفظة؟ حق من؟ حق من المحفظة؟ او ماي جاد. انا ابغى ندعس عليهم. اوكي خلينا نوخر الكشاف. طيب نبغى دانا. غرفة دانا اللي هي في الدور الاول. يقول الدور الاول. الدور الاول اتوقع تحت الدور الاول. راح المكان هناك.
طيب احنا الدور الارضي، احنا في الدور الارضي مقلط، وغرفه وغرفه فاطمه، غرفه فاطمه والصاله. من؟ الو الو، اخيرا رديتي، عرفتيني؟ لا، انا مندوب التوصيل من شركه مندوب مان. عرفتيني اختي فاطمه؟ الو، في احد يسمعني؟ خالة فاطمة، يعني الناس طوروا وراحوا جوالات، وانت ليه الحين تليفون ومغبر بعد؟ خير خير؟ على العموم مدري اذا تسمعني، بس اختي فاطمة والله ما يصير الكلام هذا. ليش؟ لي 3 شهور ما اخذت ولا ريال، كل مرة تقولي لي بكرة بكرة بكرة، وشركة ناشبة بحلقي وحلفين لي يخصمون مبلغ من راتبي. يعني انا ما قصرت معك بحاجة، وخليتيني اجي اخذ الاغراض حتى من البيسمنت، من ذاك الباب اول ما اخش على يدي اليسار. طيب. وقعد اضغط الرقم كل مرة، واحمل اغراض معاي. وتحمل ريحة المكان المقرفة. من الآخر اختي فاطمة، الله يسعدك، أنا إنسان عندي عائلة وأطفال صغار، أبي أكلهم، يعني لو سمحتي ادفعي المبلغ. أوه ماي جاد، إيش فيه؟ ياب ياب ياب. أوكي، مفتاح غرفة الكاميرات، خلينا نشوف الكاميرا فين. ها؟ دقيقة. في الدور الاول. ها اخر اخر هنا 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 اخر غرفه، هذيك اخر وحده. واو، بسم الله الرحمن الرحيم. من عبد الله؟ فينك عبد الله؟ الحين ما قدرت ادخل غرفه الدار. اقول لك في واحده قدام يا اخي، دور المفتاح زين، دوره في كل مكان، ما ادري يمكن تلقاه في غرفه الكاميرات. اصص، تدري ايش السالفة انت؟ بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. واه، او ماي جاد او ماي جاد او ماي جاد. واو، هذا مفتاح، مفتاح ايش؟ مفتاح غرفة دانا. اوكي نايس، يقول لك خلصت من دانا ورجعت المفتاح. اوكي، هذه خالة فاطمة كيف تقول؟ فلاش ميموري. اوكي الرمز، والله ما ادري كم الرمز صدق. اوكي، دي غرفة دانا. دانا 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 دانا. Oh my god. دقيقة، في نور. نايس. هو ذا؟ يو، جوال. جوال. يا رب فيه بطارية. يا رب فيه. قفل، احس استفيد منه بعدين. واو، جثة. يا رب نستفيد منك بعدين، استغفر الله. يقول لك ماما اشتقت لك. او ماي جاد، هذه دانا خالته فاطمه، اعطتني الورقه وقالت اكتبي رساله لماما، كنت ابي اتصل عليك لكن خالته فاطمه قالت الجوال ما في رصيد. اخ، هو صدق يمكن ما في رصيد، عادي، شيء عادي. صحي، فيها شلل. من ذا؟ بسم الله. من ذا؟ بسم الله. اتصال. واه، اوه ماي جاد، دقيقة دقيقة. الو الو الو، خالة فاطمة. اهلا خالة فاطمة، تسمعيني؟ اي اسمعك. خالة فاطمة، ايش فيه؟ دكتورة هلا من عيادات الباطنية مستشفى سلامتك. وين جنبي دكتور إيش احمد؟ ايش بك انت؟ خالة فاطمة لك 4 مواعيد ما جيتي، من اول قاعدين نحاول نتواصل معك انت او زوجك ماجد. ايش بنا؟ ما في اي رد. يا خالة والله اني ادري انك كنت جراحة زمان، لكن حالتك جدا صعبة وتحتاج فعلا رأي اخصائي فيها. ايش بنا ده؟ يعني ضغط وسكر وورم في الركبة، والله كثير، والله كثير كثير. انا هحجز لك موعد معانا هنا بكره الصباح الساعه 8، تكفين تعاوني معانا واحضري ان شاء الله. عيدي خالة فاطمه يا اخي، ما ترد.
داد والله هذه خالفات من شكلها متغطرسة. خالد ما لقيت دانا، بس كذا لقيت دم واشياء فوق السرير، ولقيت جوال بعد في الدرج. لقيت دم في غرفة دانا؟ يب. يا الله ليكون جا عليها الدور. اوه ماي جاد. تقولي لقيت جوال؟ يمديك تتكي على حد يجي فزع؟ لا ما يمديني، الجوال ما في شريحة. طيب اسمع، عندي فكرة، صور فيه الدم والأشياء اللي شفناها ذاك اليوم. يا سلام. عشان نقدر نبلغ عليها بعدين. واللي يرحم والديك، انتبه لبطارية الجوال لا تخلص. اوكي صور الدم، هذا صور الدم. اوكي صورنا اول ادله. في لغز في الصوره، في لغز في الصوره. اتوقع الاكواب، يعني اثنين ثلاثة، لا واحد اثنين ثلاثة واحد اثنين ثلاثة اربعة، واحد اثنين ثلاثة اربعة شجر، والسيارة واحد اثنين، والقهوة واحد اثنين ثلاثة اربعة اثنين ثلاثة اربعة اثنين ثلاثة أربعة اثنين ثلاثة. خلنا نقفل الباب احتياطا. اوكي متك والله هذه قمل. فين رايحة؟ خل جهز البخاخ. روح غرفتها. اوكي رحنا غرفتها يا جماعة، عندها خزنة فيها كلمة مرور. هذه وهي صغيرة. يا ساتر. او ماي جاد الله لو وفقك. استغفر الله. فن الخطف يا سلام. Oh my God. إيش فيه؟ طقع. الله يقرفك. ويح. نحن أغراض أنا فيها ألقاها. بيكون في غرفتها. يا جماعة والله أغراضي ما أدري فيها أنا. منها فاطمة 1987. اوكي 1987 1987 مفتاح القبو. او نايس. قوله خالو اصبري
خالة. خالة. خالة خالة خالة. خالة خالة. أدويتي لي زمان ما أخذتها. الله لا جعلك تأخذ أدويتك. هذه شمتتي وأنا أدور لها رحت أدور. أوكي. هاي خالد تسمعني؟ ها عبد الله صورت أدلة بالجوال. ما صورت كثير. أوه بمار جمتني. من فين طلعت ذي؟ يا رب يا ساتر يا رب هالوصل يا رب هالوصل يا رب هالوصل يا ساتر. واو يا خالد فاطمتك فين طاحن؟ خلا 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 ساتر الله. او ماي جاد او ما برن باد. اجل اجل مودوله. او ماي جاد والله مش صاحيه دي خالد فاطمه. غرفة السعادة. او ماي جاد اللي هي غرفة السعادة. نايس. اوكي. او ماي جاد بهزني. اوه رحنا الكراج. اصلا كان معي مفتاح الكراج. العب يا الجيمس. اقلعك. واو. اسمعني. لا حول يا حول ذي العجوز. اوه قاعد في الطلحة ذي ولا ما رسبنا اني هنا. بالغلط. العب يا خالد فاطمة. انا متأكد انها حطت مفتاح السيارة بالصالة. بالصالة يلا دامك متأكد. يلا خلت تروح باقي تمشي. والله ذهب. طب شنطتي شنطتي وين حطناها؟ لما ما تقول لما ما تتكلم
راس داش رسيفر. اقلعك. ها؟ ما في؟ مالك؟ ما في؟ اضغط 2. انا شنطتي والله مقهور. دوش. حلو، التلفزيون اشتغل الحين. يعني بالاساس انا ليه اصلح الدش حقه اصلا؟ والله بالاساس. في اشهر ازديادا مقلقا في حالات الخطف، حيث رصدت السلطات الأمنية أكثر من 60 بلاغاً خلال هذه الفترة، وقد أدى هذا الارتفاع الملفت في عدد حالات الخطف إلى حالة من الخوف والقلق بين أهالي المدينة من خلال الإبلاغ الفوري عن أي حالات مشبوهة. طيب. وتزويدها بأي معلومات قد تساعد في كشف ملابسات هذه الجرائم والقبض على مرتكبيها. أوكي اوكي. هاي خالد. خالد اسمعني. لا حول. واو. خلاص صورها. او ماي جاد. والله صورتوها. هاي هذه المفروض نصورهن. والله صورناهن. ايه الباب مفتوح. قتلنه. والله قتلنه. مذكرات محمد اليومية. مسدس. اوه ماي جاد. فينك؟ طلع بس من فين طلع الديب؟ تعالي ابلعي. خلنا نصورها بكل الوضعيات. وصلنا احنا هنا اصلا عند اللغزة، فلازم الان نحل اللغز عشان نفتح الباب. خلنا نشوف بالترتيب. دقيقة. لا حول لا حول. واه او ماي جاد. لا هذا لا. من فين طلعت دي؟ من فين؟
دي خلف بنت. يلا اول شيء هذا الحرف هذا ثلاثة 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 أربعة سبعة ثلاثة ثلاثة أربعة سبعة يلا ثلاثة ثلاثة أربعة سبعة ها ثلاثة أربعة ثلاثة سبعة سبعة ثلاثة ثلاثة أربعة سبعة أربعة ثلاثة ثلاثة أوه ماي جاد آه دقيقة في رقم هنا ثمانية الكاء الكاء هذا بقوله كاء يا جماعة ولا نخلي تاء لا لا خلوه كاء كاف فوق عين وكاف في نقطتين وكذا في عين يمين وكذا في عين في النص أوكي ثلاثة ثلاثة سبعة سبعة أوه ماي جاد إيزي ثلاثة ثلاثة سبعة سبعة ثلاثة ثلاثة سبعة سبعة هاي هما بين بعض قفل الباب عشان ما تجينا دي او ماي جاد طيب هنا ايش معنا ام منشار او ماي جاد عدة تعذيب ايش فيك خالة فاطمة خالة طارطة او ماي جاد اوكي مفتاح مفتاح باب الشارع او ماي جاد المهرب خلاص يا ساتر واو واو خالة فاطمة من جابها؟ من جابها؟ اوه ما قال من جابها؟ اقنعك واو تجيبني بمحذيان؟ تجيبني بمحذيان؟ تعال 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 تعالي ارجعي فاطمة ارجع ورا نذبحك ها حلق صفر ما نسمعك شعر خلنا نصورك كذا وقف خلنا نصورك اوكي صورناك خلنا صور ذا وش رايك اطلع لك شعر ها هاي نضحك عليك اخر الكومنتات خلص صور ذا الشيء اوكي نايس اما درع اليوتيوب درع اليوتيوب اوكي اوكي نايس البث بدا ما في لازم تقول لا تنسون اللايك والسبسكرايب اوكي او ليتس جو خاله طماطه خاله فاطمه ابلعي على السجن اه امشي اوكي سوري يا شرطة يا شرطة يا شرطة بس 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 تم اعتقال فاطمة بلا شعر